قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها ناقلة شحن عادية، لكن هذه هي ناقلة تبحر بشكل مستقل بدون أي طاقم على متنها. هذه السفينة الذاتية مشاهدينا أبحرت في رحلة استغرقت 13 ساعة العام الماضي قبالة سواحل النرويج في إطار برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بغية تطوير تقنيات جديدة للتنقل السفني الكبيرة. هذه الرحلة تعد تقدما محوريا في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية للشحن، لكنها لا تزال تواجه العديد من العقبات، منها كسب ثقة العملاء وتأمين التصريح التنظيمي وإقناع المنظمين البحريين بالانضمام وغيرها كذلك. فمثلا لا يثق أصحاب الشحن في نقل بضائعهم الثمينة عبر المياه المحفوفة بالمخاطر دون إشراف بشري وفق ما نقلته CNBC الأمريكية، بينما فكرة الشحن المستقل كحد ذاته وكذلك مراكز التشغيل عن بعد تعتبر ممكنة. ماذا عن عامل الأمان في هذه السفن المتطورة؟ فلا تزال هناك أسئلة حول كيفية تعامل سفينة يتم التحكم فيها عن بعد مع الاصطدامات أو أي حوادث خطيرة في البحر، وذلك وارد طبعا، وهنا نتحدث عن ارتفاع حالات القرصنة وحتى استهداف السفن التي ارتفعت في الآونة الأخيرة. فهل ستكون وسيلة المستقبل مع إحداث تعديلات حتى لحماية نفسها في البحر؟ ربما.